مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست. سنتناول في حلقة اليوم أبرز ما تداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة وفاة المطرب ابن مدينة رقة معد الحسان، حيث ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر الوفاة، خاصة أنه توفي في تركيا وهو متجه إلى كلس مع أفراد أسرته. الشاب معد الحسان توفي المطرب السوري معد الحسان مع أفراد عائلته اليوم السبت إثر حادث سير على طريق كلس جنوبي تركيا. ونعى سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المطرب معد الحسان الذي توفي مع زوجته وطفله أيضا في حادث السير من دون تفاصيل إضافية عن طبيعة الحادث. وينحدر المطرب الشاب من مدينة الرقة، ويعتبر من أشهر الفنانين في مناطق شمال شرقي سوريا، ويغني الألوان الفلكلورية والعراقية بشكل خاص. مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أعادوا تداول بعض الفيديوهات للراحل معد. لنتابع هذا الفيديو. طبعا هذا الفيديو واحد من العديد من الفيديوهات التي تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الذين نعوا بها معد، وأيضا هذا الفيديو الذي رثى به مع ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في السادس من شباط الفائت. كيف رثى الضحايا معد؟ دعونا نتابع. هذا رثاءنا لكل حبايبنا واخوتنا اللي فقدناهم بكارثة الزلزال. ما نقدر نرد العمر والراح شي رجعة، ضيعنا أحباب اش كثور، ظلينا بس دمعة واللي يموتون ما يريدون ما يرجعون. احنا مو عالموت نبكي، لك نبكي عالعشرة، ينمسيح بالدنيا كل شي وش يمسح الذكرى. اخ وشاله وشاله بعين من الدمع ما ظل وشال، بعيني بعين من الدمع ما ظل
وشاله 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 سهم اللي بينطق قلبي وشاله شحال الغسل بنم شحال شحال الغسل بنمه وشاله وشاله يهل تراب لك حدر الوطيه اوف يمه. هكذا رثى معد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب التركي وأيضا شمال غربي سوريا، واليوم رثاه السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي. محمد كتب على صفحته: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. باسم الكادر الطبيب الرقى نعزي الأخ لؤي الحسان والأستاذ علي الحسان برحيل الأخ العزيز معد الحسان وعائلته في حادث سير أليم تعرضوا له في تركيا. وهنا أيضا علق أسامة: عزائنا للرقى وفنانية والأصدقاء من عشيرة البوحمين، لؤي العيسى، حسن الخابور، خليل حمادة، علي الحسان، وفاة سفير الأردن الرقوية معد الحسان إثر حادث أليم. أيضا هناك بوست لفراس مطر قال فيه: بكل أسى وحزن تلقيت اليوم نبأ وفاة أخي وصديقي معد الحسان إثر حادث سير، كانت آخر محادثة بيننا طلب شراء كرسي عجز والتبرع به لأحد محتاجيه من الفقراء، وتم شراءه وتسليمه لامرأة مسنة عاجزة ليس لها معيل، جعلها الله في ميزان حسناته. هذه بعض التعليقات ورثاء معد الحسان. حصل ريبوست على فيديو خاص جمع بين الفنان معد الحسان وصديقه الدكتور عمار العمير وهما يؤديان هذه الأغنية. عليك أسأل عليك أسأل عليك أسأل وين رايح ومنين جاي وحن لك حين لك وحن لك مثل راعي ويحل الناي أقول اصبر على فراقك وفي ما تنسى أحبابك. هذا هو الفيديو الأخير الذي جمع معد بصديقه الدكتور عمار العمير وهما يؤديان هذه الأغنية. نتعرف على تفاصيل الحادثة وأكثر عن الفنان معد الحسان معي الدكتور عمار العمير صديق الفنان معد الحسان من مرسين. مرحبا بك دكتور عمار. مرحبا، الله يمسيكم بالخير والبركات. يعني بداية العمر لك بوفاة صديقك معد صديق الفنان، وأيضا كما رأينا الفيديو الذي جمعكم، بداية ما هي تفاصيل الحادثة التي أودت بحياته وعائلته؟ بداية باسمي وباسم أصدقائه ومحبيه وجمهوره أتقدم بأحر التعازي إلى أهله وذويه وأهل زوجته وذويها، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة في هذه الأيام المباركة. آمين آمين يا رب. بالنسبة لتفاصيل الحادثة صراحة لحد الآن ما في شيء دقيق على الشيء اللي صار فعلا، لأنه الحادثة حصلت في أوقات متأخرة من الليل أوقات السحور، حتى الساعة بالضبط غير معروفة لحد الآن، فلذلك ما في شيء دقيق على يعني على الحادثة بالضبط كيف صارت، بس لكن على ما يبدو أنه صار اصطدام مع سيارة عن طريق كيلس كما أسلفت حضرتك، وراح ضحيتها طبعا هو وزوجته وابنه الأصغر عبد الله، وباقي ابنه البكر عبد الرحمن عمره 7 سنوات تقريبا، حاليا هو موجود في مشفى في غازي عين ثاب وهو في حالة حرج جدا وهو في غيبوبة، نسأل الله الشفاء العاجل له. بالمقابل أنه في السيارة الثانية اللي حصلت فيها الحادثة فيها شخصين أتراك توفوا بنفس الوقت،
وما في تفاصيل أكثر من ذلك لحد الآن. العمر لك وإن شاء الله شفاء لابن معد البكر وإن شاء الله يتماثل للشفاء. دكتور عمار حضرتك دكتور بالاقتصاد وأيضا موسيقي وشاعر ومن أقرب الأصدقاء إلى معد، كيف تعرف معد للجمهور على الصعيد الشخصي وأيضا على الصعيد الفني؟ طبعا معد الله يتقبله ويرحمه إن شاء الله فقيدنا العزيز، هو شخص مكافح جدا وهو عصامي. طبعا هو يعمل منذ الصغر، يعني أنا في بناتنا حكي أسرار وكذا وإلى آخره، فأعرف حياته كلها تقريبا، وهو من عائلة متوسطة الحال يعني من مدينة الرقة. طبعا هو مثابر شهم، صاحب نخوة، عزة نفس، صاحب قضية، بنفس الوقت حنون، محب لأهله وأصدقائه، ومعطاء بلا حدود، يعني بدون أي حدود، يعني متى ما طلبته تلاقيه. طبعا ذكي وصاحب ثقافة عالية جدا هو، يعني تاريخيا ودينيا، بالإضافة بأمور سياسية، وصاحب موقف مشرف وإحساس مرهف. طبعا يتجلى الإحساس في أغانيه التي يؤديها، يعني متسامح بشكل عام، صاحب نكتة، هو لطيف، يعني ينشر الحب في أي مكان حل به، خلينا نقول. يعني بالنسبة للغناء وما أداه معد من خلال المهتمين والمتابعين، كان الفنان معد قد قطع شوط كبير في عالم الفن والطرب، وخاصة بما يتصل بالألحان العراقية، هل يمكن أن تحدثنا عن هذا الجانب؟ طبعا يعني معد هو لم يأخذ فرصته في الوقت المناسب، يعني هو انطلاقته بدأت في اندلاع الثورة السورية، فلذلك تأخر انتشار فنه وموهبته بين الناس، طبعا بسبب التهجير واللجوء والنزوح وإلى آخره، هذه معروفة عندهم جميعا. طبعا هو يعني أسلفت أنه هو مثقف موسيقيا، لأن هو شخص أكاديمي فعلا، هو خريج المعهد الموسيقي في الرقة، بس لكن طور نفسه بشكل سريع وهائل، وهو عنده قدرات ما شاء الله عليه رائعة جدا، فقدر يوصل لمكان ما وصلوا فيه أقران، خلينا نقول بهذا المجال. نعم، بالنسبة لمعهد حقق شهرة بالمنطقة الشرقية، وصل صوته للعراق، وهذا الشيء شفناه من خلال النعوات اللي نزلت بعد وفاة معد. هل ترى أنه استطاع الوصول إلى شرائح المجتمع السوري على اختلاف الذواقة الفنية؟ ما أعتقد هو الموضوع موضوع ثقافة، موضوع بيئة، يعني موضوع لهجة، موضوع يختلف. يعني مثلا ابن المنطقة الشرقية يسمع العراقي أو كذا، بس ما يسمع مثلا شيء مقام أندلسي على سبيل المثال، أو يسمع الطرب الآخر في المناطق الأخرى، خلينا، فهي علاقة متعدية. يعني مثلا هسه يعني فما يعني ما أعتقد، لأنه في إذا أنت بدك يعني تسمع القصة، تسمع الطرب نوع معين، فأنت أولا لازم تفهم الكلام، صحيح. ثانيا على لأجل أنه يوصلك الأحداث بشكل صحيح، فهو الشريحة اللي مستهدفة كانت من طربه هي وصلها، طبعا وصلها كاملة، توصل وعد الحدود، يعني اتجه نحو العراق والخليج بشكل عام. أو يعني اللون الفوراتي كان عم بيغني، خلينا نقول هو مشهور بالمنطقة الشرقية، تميز فيه. عمار، يعني أنا اليوم من خلال إعدادي لهي الحلقة، فالعديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كانوا عم بيتداولوا مقاطع فيديو لحفلات لمعد، وأيضا جلسات خاصة ومواويل، وأيضا هو كان يدندن بسيارته، فهو مشهور في المنطقة الشرقية، وأيضا هناك الكثير من أهل حلب ودمشق يسمعون باسمه ويتابعون كونه هو يقيم العديد من الحفلات في بلاد الجوار لسوريا. ولكن لفت بالنظر، هناك من رثاه وقال كيف أنا لم كنت أعلم بهذا الصوت، لم أستمع لهذا الصوت، لهذه
الخامة. للأسف يعني هناك نجوم في سوريا ولكن ربما يكون معروفون على أو معروفين على مستوى ضيق جدا أو محلي. لماذا هذا التقصير؟ لماذا لم يستطع الوصول بصوته إلى جميع شرائح المجتمع السوري؟ أنا كما أسلفت من شوي أنه هو الفرصة شوي تأخرت عليه، يعني لأن صار في اندلاع ثورة سورية كما أسلفنا من شوي. نعم. فهو أي مسألة الهجرة والنزوح، فهو في تفاصيل أخرى أنه هو طلع مثلا على أوروبا بعد رجع، يعني هي المسألة راحت ثلاث أربع سنوات ما اشتغل تقريبا بشكل بالفن أبدا. تمام. فهو من استقر، يعني مسألة الاستقرار هي بال 2017-2018 بدأ بالسوشيال ميديا. يعني نحن نقول انه رح يعني رحلته المفروض تبدا مثلا، انا اللي كنت مخططها او كنت يعني اعرفها انه لازم من 2009 2010 2011 يبدا بالنشاط، فهو تاخر من 2011 2017، فلذلك انا اعتقد انه هو صار يعني تاخر بالانتشار والشهرة، هذا السبب يعني. نعم، شكرا لك الدكتور عمار. تفضل بدك تحكي شيء. تفضل. أريد احكي على الغناء العراقي، هو يعني ايش ابدا فيه. هو مو غريب وليس غريب على اهل المنطقه الشرقيه في سوريا بشكل عام. الغناء العراقي بحكم النسيج الاجتماعي والديموغرافي والقبلي، حتى هذا هو امتداد عشائري ما بين العراق والشرق السوري، خلينا نقول بشكل حتى الى الوسط يعني قد يوصل. وهي المنطقه الشرقيه امتداد للرافدين تاريخيا وثقافيا وجغرافيا. صحيح. بعد باعتباره انسان اكاديمي موسيقيا وذكي ومحب لهذا اللون، فقد يعني درسه بشكل عميق وابدع به اكثر من غيره. نعم. فهو يتمتع بحضور وقدرات صوتيه هائله مكنته من الوصول الى مسامع العراقيين انفسهم. الذين تغنوا به طبعا وبصوته بشكل خاص. طبعا طبعا، فصار له حصة عند الإذن العراقية، يعني بدأت تكبر أكثر وأكثر من جديد يعني مع الأسف. ولكن شاءت الأقدار، يعني بعد ما تلقى عروض كبيرة في العراق وحفلات كبيرة سواء في الخليج، يعني الآن بدأ عن جد ينتشر يعني. فشاءت الأقدار أن الله سبحانه وتعالى أخذ الأمانة، فالله يرحمه ويتقبله ويرحم إن شاء الله زوجته وابنه ويصبر أهله ويصبرنا إن شاء الله على فراق. أمين يا رب. وكمان نتمنى الرحمة له والشفاء لابنه، أيضا الصبر لهم عائلة وأصدقاء معد الحسان. شكرا لك الدكتور. شكرا. عمار العمير صديق معد الحسان، شكرا لك على هذه المعلومات التي وفيتنا بها وأيضا التي كشفتها لبرنامج ريبوست. شكرا. حادثة مقتل الطفلة السورية غنى التي فقدت يوم الثلاثاء الرابع من الشهر الجاري أثناء عودتها من مدرستها في حي سيلفلي في مدينة كيلس ما تزال تتصدر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أجرى تلفزيون سوريا مقابلة مع والد الطفلة وتحدث عن ملابسات فقدانها ثم العثور عليها في بئر أحد الجيران ويدعى حسين وهو المتهم بقتل الطفلة غنى. نتابع هذه المادة من إعداد الزملاء في قسم النيو ميديا. البنت راحت على المدرسة الساعة واحدة، تمام، أول امبارحة نهار ثلاثة كان صرفتها بالخمسة، عرفت شلون؟ أنا هون عندي مشكلة في الكارت زراعات، بدأنا العصر هو عم بقدي العصر، رحنا على الزراعات قلت تعال روح نشوف بيت فأخذ غرضاش لفوق عند الحديدين إذا بتسمع فيهم. هون المرة سبقتني بجيب 50 متر لعن قدام القهوة بشوي عدة، شلون عدة؟ مين عدة؟ القاتل؟ القاتل عدة. هو لسه الطفلة هي على قيد المدرسة، كان الوقت الساعة الأراضي الخمسة، بعد نص ساعة رجعنا المرة أخذتون عندها فضلات راحت تكبون، أنا نزلت لعند الكراج جيت قبل المغرب نص ساعة. أم علي قاتلي غنى وينه؟ ما اجيت لهلا، صاروا الساعة 6:00 6:15 بتجهز اكل فطار. قلت له ما بعرف، بس هون يعني صار كرب وإلى المغرب 10 دقائق ربع ساعة قالت لي لسه بيرك لتاكل وغينا ما هي هون. قمنا والله رقد
احنا هيك على مدرسة الأمل هون أدى المغرب. رحنا على مدرسة الأمل برمنا بالحديقة هيك 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 ما في غينة. بلشت تمدق لخالتي لبيت أخوتي لقرايبيننا ما هيو. قالت غينة شو بقى ملتية عند رفيقتها وعند حدا. هون صار بين المغرب والعشاء قلنا الوقت يعني صار لازم ما يشتكي للأمن تمام. بعد ربع ساعة اجوا الشرطة اخذوا افادتنا وراحوا. بعد ساعة نص ساعة اجوا قالوا روحوا قدموا شكوى مخفر اكرم جاتين. رحنا اكرم جاتين قدمنا شكوى. رجعوا اجوا قالوا روحوا واش فلار قدموا شكوى. قدمنا شكوى اخوه ما خلى مستشفى راح الاستعلامات ما في حدا. انفقدت البنت صرنا نبرم كل هالليل اخو تعب ببرموا طلعوا على اتجاه الجنجل على طريف كل ليل يكون مقتوله حدا زيت حدا خيطفه ما بين. وامها كل الليل ما نامت وينك يا وينا وينك يا وينا صيح وينك يا وينا. رحنا مدرسه الامل بالعشره قررنا هي بالكاميرا قالت وصلني لهون. هون في قبل المدرسة ملاقات الأمل دخلوا على الكاميرا وعرونا هي ماشي. وصلني لعند المستوصف قالوا بعد ساعة نجي على المول. نجي لهون على المول يصلوا لنقطة المول هتعطيهم بهالمنطقة من القرنة لعند بيته. البنت فقدت في زلمة هون عنا بالحارة درويش طقت له صورة المرة وصلت لها للأمر أنسلسة قلت له هذا درويش جوز هو. دخلوا لعنده خوف حققوا معه ما هو. بعد شوي رجعوا لجنبه حسين اسمه قلت له المرة سألته قلت له ما شفت غينة ما شفت غينة عمل هيك. قلت له لا من المرة قلت له هاد أبو تلبك تلبك صار عنده إنه هون في النقطة هون ركزت عليه خبرت الأمن. إجا المغرب ايوه دقوا الباب عليه هون ما أدى المغرب كل من راح بيته على الفريكي هزم في هزمته مرة أكدت قلت لهم اللي بعمل شيء ما بطلع ما بنهزم انهزم. حصلوا على المفاتيح تبع البيت فتحوا الباب أو بشوا دخلوا هون في جب طلعوا هم بيني يا الله هم بيني قالوا بنسحب مي من كب. وصار الساعة بحدود 12 بالليل سحبوا المي وكبوها يا الله بين قطر هيك حطوا ضواوي قضوا بينيت طالعوها معبيها بتوال وطيبة حطت فوقها كيس فحم عشان تم تنزل لتحت ما تطوش لفوق. ليش قتلها؟ في سبب؟ ما في سبب لا انما مجرم هو له بالسوابق ضرب بزماناته ضرب ولد طالب 11 ايوه في المقص برقبته. نهاية حلقة اليوم من ريبوست نلقاكم غدا بمواضيع أخرى تداولها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي. كونوا بألف خير.